الفنان محمد الريش، وبعد ما شفناه في الموسيقى وتمتعنا معاه مع الاوتار ومع الايقاعات ومع الفن الراقي، اليوم رانا نشوفه في محمد وهو يرسم في لوحه فنيه. محمد، واش تقولنا في هذا الفن التشكيلي اللي راك تانيك هي هوايه عندك تاني؟ واش قلنا في الفن التشكيلي؟ في التشكيلي مارسها في الطفولة عن طريق أقلام ملونة وغير ذلك. بديت أول عمل وهو بالقلم الرصاص. كانت عندك الهواية وهي بالرسم بالقلم الرصاص، ومن بعد عاود وليت دخلت اللوحة الزيتية. واش هو العمل الصعب اللي يجيك صعيب في الفن التشكيلي؟ الفن التشكيلي الالوان خصها تكون تمد يعني ضوء. انت لحد الان راك تخدم هذاك الضوء هذاك اكتشفته حتى انسان كبر عاد بدا يعرف الضوء في الالوان. وما هما الحاجه اللي صعيبه؟ يا هل ترى بالالوان الزيتيه ولا الالوان المائيه؟ وين تميل انت بزاف؟ الالوان الزيتيه. الالوان الزيتيه، الالوان الزيتيه تجيك سهله يعني بالدوره تاع الزيت. تاع الزيت تكون كما نقولوا اطلس من هذيك اللي جايه مات ولا الالوان. واليوم واش راك غادي ترسمنا محمد؟ هذه رسم ارتجالي، ما مانيش عارف واش غادي نخرج. المهم الفنان يخرج واش بالداخل. يعطيك الصحة. هذه يا هل طار محمد، عندك لوحة سبق وخدمتها ولا لوحات فنية تشكيلية باقية مشى، وكيفاش راك تحس روحك؟ رسمت عديد من اللوحات الفنية وشاركت عدة معارض. وشارك المعرض داخل وهذوك اللوحات الجداريه هذوك كان يديروا بكري اول نوفمبر. هذا بكري كانوا يعتمدوا على هذوك الحفلات تاع اول نوفمبر. كنت ندير جداريات كبار، جداريات وفيهم ماشي بطريقه تاع الالوان، لا طريقه تاع الريشه. كنت نرسم حتى بالرولو. بالرولو على حسب الجدار. على حسب خاصة بكري كانت مناسبات ومساحة كبيرة، مناسبة 5 جويلية أو نوفمبر. الرولو والبيدو. والبيدو. كيفاش درك تحس روحك وأنت ترسم في لوحة؟ تعرف واش هي؟ القلب تاعي يساع ونحس بواحد الراحة. راحة تامة. زيد كمل محمد نشوفوك بعدا كيفاش راك ترسم. واللوحات اللي رسمناهم نشوفوك بعدا محمد كيفاش راك ترسم وكيفاش راك تلون وتخلط في الالوان.
هذه لوحة راها في البداية تاعها ومع التالي دوك نشوفوها كيفاش غادي تخرج. اللوحة هذه ارتجالية. محمد ماذا بيك تخلي لنا اللوحة وتجي تورينا هذا هذه اللوحة حتى راك راسهم. شوف يعطيك الصحة هذه اللوحة التقطها من صور فنانين كبار مثل هذا هولونديرس. مانيش شاف الاسم تاعو ولكن هذه ترمز على اللون تاع الجزائر. ثم انت كنت تهوى الفن الاوروبي والفن العالمي. يا هل ترى تعرف الالوان كل شيء جو. يا هل ترى تعرف فنانين تشكيليين جزائريين مثلا تعطينا كاش فنان جزائري هكا تهوى اللوحات تاعه مثال كما الرسامة بايا ولا نصر الدين ديني. نصر الدين ديني يخدم هالطريقة تاع تقريبا انت تميل هذا نصر الدين ديني يستعمل الضوء يسمها الصحراء البيزاج البورتري يستعمل واه نصر الدين ديني يستعمل هذه الطريقة كلها جد كيما نصر الدين ديني. إسياخم تاني كفنان إسياخم. لا شوف حتى محمد راسي يمكن هذيك مولا ملامة مولا ملامة شوف أنا هذي الرسول. المهم أنت فنان أنت فنان عصامي وتاخذ من الفنون جميع الفنون التشكيلية الموجودة دراسة ولا أنا مازال يخصني باش نطور فيها خص ممارسة مع الفنانين. زيد ماذا بينا نشوفوا لوحة هاد لوحة ما نجبروهمش نجبروهم حاجة قليلة وكما هذه اللوحه هذه من داك هو تانيك حرفي يخدم في النسيج بزاف. هذه اللوحه تانيك تمثل واش تمثل محمد عندك هذه اللوحه هذه؟ هذه الرسم نتاع الطفوله وانا متخصص في النسيج والعمل تاع النسيج. فكرت كي كنت صغير كنت ندور وبصح فعلا كنت ندور خير فعلا. هذه اللوحه الاصليه هذه؟ نعم اصليه و ويا هل ترى فتحر الفنان واحد اخر ولا لا 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 هذه الوحي الخيال تاع الوحي الخيالي واه هذه الفتحة على واحد الصورة شمسية وكنت ندور فعلا كيما كندور الخيال. ايوه ندور نعم. تزيد نشوف واحد اللوحة ثانية ثانية راها قديمة وماذا بينا تعرفنا بهذه اللوحة هذه ثانية اللوحة هذه هذه اللوحة واش تعبر محمد هذه اللوحة هذه؟ هذه منطقة قبائل كبرى ومنطقة الجزائر بخاصة وعامة كاع عندهم هذيك مطحنة تاع الزيتون تاع الزيتون سي لافي هذي الريف بكري لافي ولاجيري كان الاستعمار هذاك عندهم هذي الطريقة هكا مولا ونشوفوا المنظر شوفوا المنظر المنظر جميل والمنظر تاع تاع معصارة تاع الفلاحين هذه وش الثاني العشق في ضماركم ويا أمر يما أمر يما أمر يما أمر يما واش الداري نعشق في ضواركم ويا أمر يما أمر يما أمر يما أمر يما أنا غريبة أنا غريبة أنا غريبة أنا غريبة 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 أنا غريبة أنا غريبة أنا غريبة
لمن هذا ماذا بك تذكرنا بهذه الاغنيه تاع من؟ علاش عجبتك هذه؟ اغنيه مليحه يبان لي عجبتني بصح لمن شكون هو مولاها؟ هذه تذكرتها هذه الموسيقى أغنية تاع المرحوم الفنان العربي الوسلي وهذه قديمة ولكن الكلمات مانيش شافي عليها فكرتها واللي خدمها كأنها غير بارح بعدها. ايوا هذا فنان كان معروف هنا العرب الوعزاني هو مبني وعزان تابع بلدية تابعة لولاية تلمسان وهو فنان ومطرب فنان بأتم معنى الكلمة وكان يطرب الأعراس تاع الحنايا وانت من بين التلاميذ تاعه اللي كنت تعشق ذاك الفن تاعه ولهذا راك تذكرتنا بهذا المقطع وعرفنا بهذا اللوحة. انا عاود هوت لا وين هوت؟ هوت للساحل. للساحل هذه منطقة تاع السواحل يا طارق انت تبقى السواحل تاع تلمسان هذول ولا كاع اللي تشوف فيهم الهود هما عندهم هذه الطريقة طريقة تاع الساحل وسيد هذا هكا الصيد يصيد وهذا هنايا كأنه هدوء تاع بعد عام تاع صيد راهم في هدوء يا هل ترى انت الهدوء الانسان يقدر يرسم ما كانش يا هل ترى انت تهوى البحر وتمشي للبحر وترفد الصورة تاعك ترفدها من الواقع هذا هو واش تزيد تقولنا على هذا المنظر هذا؟ هو مرضى هذا تاع ميناء هذا وقيل تقدر تقولنا واش من المنظر تاع هذا؟ نشوفوا هنا هذه المشكات هذه نظن باش تضوي مشكات هذه يقولوا لها المشكات الكاكي تاع بكري ولكن هذه تعبيريه ماذا بك تعرفنا وتقولنا واش كنت مصباح عرفنا باللوحه واش راك تعني في هذه اللوحه بارك الله فيك اللوحه تعني انسان كي يكون عنده ضوء ويشوف يبصر هذيك هي الحياة تاعك حاجة تاع الضوء شكون اللي يظلم ينور على بصرك من رسمتها كنت في حالة تاع كيفاش كنت تحس في حالة قلق ولا باش رسمت هذه اللوحة أكيد راها عندها عبارة ماذا بك الفنان يعبر عن طريق الريشة يعبر وش بداخله ماذا بك تعرفنا أكثر
واش كنت تحس الوقت اللي كنت ترسم في اللوحة هذه؟ ايه هذه النظرة تاعي كانت بعيد، قلت انا يا مازال لي الخير مازال جيد. ايوا اسمع، الفنان دائما يتفائل. هذه عشان مادام عندها لي كاباسيتي وقادر تخدم الامل يكون ان شاء الله. أنا دائما مع الفنان الريش محمد، ونعود نسألوه اليوم على هذه التقنية في الفن، وبعد ما شفنا اللوحات التشكيلية ماذا بيك محمد تعرفنا باللوحة هذه واش راها تقول؟ ها؟ سفينة بسم الله، هذه سفينة الإنسان اللي واجه معطاة الحياة، قيس الحياة تاعها حياة السفينة. ما مصنوعة بالورقة هذه ورقة تاع الخشب الكونتر بلاك، كانت تبان لي عليه واحد الميزة فيه تهوى فيه ألوان أبيض درتها لوحة تاع لوحة تشكيلية وحوايا جاية خارجة واحد الرقاب هذا واحد الثاني كان عندها ديك ولاد. وهذه التقنية كاينة لحد الآن راهم يخدموها ماهمش يخدموها؟ نشوفوا عندك عدة لوحات في هذا الميدان هذا. كاين هذه الطريقة هكا بصح بالنقش، نقش يجي خارج بصح انا رفعتها على هذه تقطيع الاوراق الخشبيه وكولي فيها ايات قرانيه. ماذا بك تتعرفنا بهذه الطريقه هذه؟ اللوحه هذه تدل على قلب، قلب والايه تنص على الا بذكر الله تطمئن القلوب، الله يجعل يكون في قلوبنا اطمئنان ان شاء الله يا رب. والزخرفه دير الزخرفه التهريه. وعندك عندك المناشير باش نقص هذا فيها واحد ليسي صغار حتى هما عندهم الفيروس تاعهم ادوات. وهذه اللوحه الثانيه يكون حاجه سي محمد هذه واش تعبر؟ هذا تعبر شو هنا الفون شويه صوم هنا شويه فيها ضوء ثم تلعب على الالوان شويه ضوء طالعه هكا وتكمل هنا من فوق بالثريه هكا فيها هذه الايه نور على نور، نور على نور شو حاجه لها صوبر هنا يا ولد. حتى لي طابلو تاع هذه عوض ما تمد واحد المنظر عوض ما ديرها في الفن في قالب تشكيلي انت درتها في ميدان الخشب جاية حاجه شابه حاجه روعه. وتبغي دير على الافقي روتر روتر على لارجور على الطول ولا على العرض ولا طابلو كيما جاي يجي. نعاودو نشوفو نوع آخر من هذا العمل الفني، وماذا بيك تتعرفنا بهذه اللوحة واش راها تقول؟ هذا عاوتاني كفوم جي كلار ودائما في الآيات القرآنية وفيها تشكيل. هو ماشي آية، هذه غير تسبيح هكا سبحان الله وبحمده على شكل قطرة زعما ولا دمعة المهم الفنان يشكل المهم الفنان يشكل اللوحة تاعه كيما يبغي هو. حتى هي جاية في اللوحة الفنية أخرى، وماذا بك تانيك تعرفنا على اللوحة هذه؟ ها واش راها تعبر واش راها تقول؟ عبرها السما هذا اللون هذا هو تاع اخضر حريه
النجاة هذه سفينة فيها آيات على سيدنا نوح عليه السلام. وهذو الألف راه فيها جدا تفهم لك ويصنع الفلك الكافي على يصنع الفلك تاع سيدنا نوح السفينة تاع سيدنا نوح ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هاد العمر راه هاد العمر راه مقطع على الورق الخشبي ياك ومن السق فوق باش الناس تعرف بلي ماهوش رسم باليد. هو طاع هو عبارة عن تقطيع تقطيع بالمنشار ياك كيش يقول له الكونتربلاكي الورق الورق الخشبي الأوراق الأوراق الخشبية تقطع بالأحرف ثم تلصق تلصق على أشكال كما كاليغرافي كما كاليغرافي صح هكا صحيح هذا عبارة عن صحن ومكتوب فيه أسماء الله أسماء اسم الجلالة والرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة ثانية طريقة في التقطيع قديمة ولو نظن لها حتى في الاندثار يا هل ترى ما زالت تعمل في هذا الميدان ولا ما زال ماذا بينا تورينا محمد ماذا بيك تورينا شوية عمل كيفاش تخدم بهذه الطريقه هذه هذه هي المعدات اللي تخدم بهم هذا حاجه بسيطه حاجه بسيطه هذه باش تفيني في ليزي وهذه بس قطعه حاجه كبيره هذه عباره عن شفرتات شفت الذهب اشكال تخدم عدة انواع كما هذه انفورتيكلي هذه انفورتيكلي مخدومة تانيك بورق الخشب كما من صورها كما عندها عدة انواع زجاج ورق زجاج وتفرد الفارني وتفارني وتكتب فيها العبارات اللي تبغي تكتبهم ولا تكتب كاليغرافي ايات ولا محمد هكا محمد هكا وتقطعها تقص اشكال وتقطع اطراف الرسم اللي تبغي ترسمه لوحه على الطور ولا على العرض أيوة ديال التصميم تصميم أو بعد لا فينيسيون الفيرني وبونساج بونسي الفيرني على حسب ما يشتو ما شاء الله كل واحد هذيك صح دهشنا في هذه لا فينيسيون تفيني بحاجة اللي هي دقيقة تفيني بها يعني شكل Thank you.
هذا ولا شكلها صغير فيني حاجه صغيره تبت سموم تاع لا الالاف حاجه بسيطه تخدم تبدع فيها و... هذا هو الفنان هذا هو حال الفنان هذه المقامة هكا شو المقامة جاية في الضوء وعاود كاين المقامة في الريال
نفكر ايام زهولة ايامات العز والهنا فعدينا في حياتنا وش من ريح داهم وعدنا وربنا في بحر المحيط لعنا ما يعلمنا غير ربنا وسهلنا مثلهم نتفكر ونقول السطر واللي حمد ربي ما كفر ما تحفيق انت ولا بحر ما تحفيق انت ولا بحر ما يغرق في ما هم النجوم في الليل والقمر السماء محلاهم عقلي راح معاهم نتفكر ما فادني خبر يا من خير وراهو حظي لا حطت حظنا وكلم مرتب عدنا ينفهم معناهم وعدنا وربنا بحر المحيط لحنا ما يعلم من غير ربنا وصحبنا بسنهم نتفكر ونقول الصدر واللي حمد ربي ونقر ما يحفي قلتا ولا بحر ما يحفي قلتا ولا بحر ما يغرق في ماهم النجوم في الليل والقمر السماء رحتي انا